الحمار شفو عليك الله ياخذ فيك الحق الله ياخذ فيك الحق الحمار بلاتي بلاتي الله ياخذ فيك الحق الله ياخذ فيك الحق الله ياخذ فيك الحق الظالم الله ياخذ فيك الحق الله ياخذ فيك الحق اسخن على امك يدك مسدوده صوري هكا تصوري صوري صوري السلام عليكم معكم مصطفى بن الحسن زنقه 3 رقم دار 3 حي ابي رقرق الرباط بلاد الرئيسي. المشكل ديالنا سيدي كيبدا من 2008 مع مرتبوانا واحد السيد شاري من عند المحكمه باوراق مزوره. واش مرتبوانا ما عندها حتى شي وثيقه كتدلي بها بان هذا السكن ديالها ديال السكن كي فيه جوج ديال سكن سفلي وسكن فوقي وسطح. حنا عندنا كنتوفروا على شهاده اداريه هي قدامكم. هاد الشهاده الاداريه هي اللي كانت في الاسم ديال المرحوم في اسم المرحوم شهاده اداريه استفد منها من المشروع التنموي اللي خدا في السبعينات. لأي واحد كياخد كتكون في هاد الحي ابي رقرق كتكون عنده هاد سميتو هاد الشهاده الاداريه. من توفى المرحوم في 2006 مرت الاب ديالنا مشات للمحكمه الابتدائيه بالرباط ودلات بواحد الوثيقه ديال عقد شراكه بان كانت مشاركه مع المرحوم اللي كانت بعقد شراكه كتقول لهم بان كانت مشاركه مع المرحوم. وهذيك عقد الشراكه غير مسجله في المقاطعه الحضاريه كما كتلاحظوا معنا هنايا وما عندنا الورق كاملين. مشينا للمحكمه استدعتنا المحكمه قلنا المحامي بعت لي ب 20 مليون كما كاين في الوراق. الدار الفوقانيه كما كتبعيني ب 20 مليون والدار التحتانيه ب 14 مليون ما يعادل 34 مليون دولار مصاري. وهاد السيد هذا جيبو عامر وحنا دابا راه ناس دراويش وما عندنا باش نقاوموا لا محكمه لا محامي حنا اللهم لا دابا منكر سبعة السيد المحامي. شنو وقع هاد الصباح؟ اليوم فاش غيجي التنفيذ مع اللي عندنا الاعلام فيه التنفيذ من المحكمه اللي جابوا لنا المنفذ جاو البوليس رجال الامن ثلاثه الصافيطات والسيد اللي من المحكمه المنفذ والسيد اللي شاري عند مرت بوانا. البوليس بقاو واقفين الفوق في الشارع في الشانطي وهو كيسب فينا وكيعاير فينا كتخرج ولي صحه وجا معاه واحد السيد عنده السودور باش يفرع قالك علينا الباب. ورا رجال الامن شافوا كل شيء شافوا داك الضرب والحجار وتيرا وحنا عندنا فيديوهات مصورين هذاك الشيء في فيديوهات وهذا الشيء اللي وقع في هذه العشيه هذه. رجال الامن ما تدخلوا ما هضروا ما تكلموا حتى المنفذ ما هضر ما تكلم ما قال شي كلمه كل شيء راه كاين في الفيديو غير هو اللي كيتيري بالحجر هو وخوه خو كيتيري بالحجر هو كيتيري بالحجر وحنا حنا الا كنطلب واحد الشريجم كنقول الله يهديكم بعدوا منا راه رجال الامن انت جاي معاك رجال الامن خارق للقانون وانت جاي معاك منفذ من المحكمه وجاي معاك رجال الامن وكتقول غتاخذ حقك بيدك يعني هاد البلاد راه ولات فيها الفوضى انت راه فوضاوي راك خرقتي القانون راه ما خصكش دير هاد الافعال هادي انت شاري من المحكمه شاري من عند السيده وسير عند السيده اللي بعت لك والمحكمة عطاتك مفوض وعطاتك رجال الأمن وكتشيرينا بالحجر وكترعبنا وراه بزاف هادشي يا سيدي بزاف راه حنا عندنا وليدات صغار عندنا نساء عندنا بنات كنقريوهم وكيفرغنا من الدار ديال والدينا اللي حنا عندنا ورق قانونيين وحنا حنا المحكمة للشارع باش حنا المحكمة للشارع راه هذا راه عيب وعار دور تحقق القانون. استعدتنا المحكمة قالت لنا ديروا محامي درنا المحامي الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس ستة المحاميين هاد المحكمة الابتدائية ديال الرباط حنا عندنا جميع الوثائق وجميع أسماء المحاميين. المحكمة ما عمرها استدعتنا أصلا بعد حنايا اللي جات الدار السفلية الدار السفلية
الدار السفلية تباعت ب 12 شاهد، والسيد اللي غيشريها شاهد وشريف اللفيف عدلي. من بعد ما استولى على الدار السفلية ما سلم له الدار السفلية حتى تباعت في المزاد العلني محكمة ابتدائية برباط، ولا باقا مشى تباعت له السكن الفوقاني، باعتها له بعشرة في مقاطعة الحضارية بتمارة اللي هو للبيع غير قانوني. وحنا دابا مهددين دائما بالافراغ، واليوم اللي كان عندنا افراغ ولا جا السيد اللي شاري تهدد علينا بالحجر بالسلاح الابيض وقدام رجال الامن، نوض فينا الرعب حنا وليداتنا وخوتنا. حنا كنسكنوا هنا سته ديال العائلات بوليداتنا، وقدام ملاع قدام الملاع وقدام الجيران قدام العالم. حنا كنعرفوا اي حاجه كتكون بالقانون بقانونيه، المحكمه الابتدائيه ولا الاستئناف تستدعينا كحنا كمواطنين كمغاربه، تعيط علينا ونشوف المشكل ديالنا شنو هو، واش يمكننا ندليو باش حنا ندليو بالوثائق ديالنا. حنا دابا كنطلبوا من الله ومنكم من رجال السلطه باش يوقفوا معنا في هذا الموضوع هذا ديال السكن اللي حنايا تظلمنا فيه. وهذا السيد هذا راه انسان طاغيه ما قدوش عليه، قد عليه غير الله والسلطات المحليه وسيدنا الله ينصره. حنا كنناشدوا الملك محمد السادس الله ينصره باش يصيفط لنا مسؤولين على باش يدخلونا في هذا الموضوع ديال السكن هذا اللي حنا ب 2008 وحنا في الصراعات المحكمه الابتدائيه. الله يجازيكم بخير. مرت بوانا عندها تقدمت للمحكمه في 2008 بواحد عقد شراكه اللي هو غير مسجل مقاطعه الحضاريه اللي كنتميو ليها. حيدوا هذاك العقد الشراكه داروا 12 شاهد. من بعد 12 شاهد كتقول كيقول لك 12 شاهد في لفيف عدلي بان كاين غير درس فليا تبعت في المحكمه. حيدوا داك العقد الشراكه جاب حيدوا ديك 12 شاهد واللي فيه الشهود كيقولوا شهدنا الحليمه كيقول بان شهدنا هذه المراه هذه غير على حضانه بنتها قدام الشرطه القضائيه وقدام المقاطعه. من بعد حيدوا داك العقد ديال 12 شاهد جابوا داك العقد ديال عقد الشراكه وبعت له في واحد المقاطعه بعيده ديال تماره اللي هي غير حضاريه ديالنا في المنطقه الحضاريه ديالنا. والمحكمه ولات كتصيفط لنا الافراغات. ودابا اليوم راه جاونا رجال الامن وجانا مفرغ وداك السيد تاهو بداك البوليس واقفين وحاضرين قدام الملاع بدا علينا بالحجر وكيتهدد علينا بالقتل وبالضرب وبالجرح. حنا دابا راه مرعوبين وخايفين باش نخرجوا من السكن ديالنا. وراه كيما شفتوا راه الباب كله فيها رايات وتصاور واسم تصويره سيدنا الله ينصرو. واخويا راه ما كنطلبوا الله المسؤولين والسي الحموشي تاهو الله يجازيه بخير والسي المانوني تحسن الداكي باش يعطونا المسؤولين المحكمه الابتدائيه يوقفوا على المحضر على هاد المسائل ديالنا على هاد الشكايات وعلى هاد الخروقات اللي خارقه معنا هاد السيد هذا. هاد السيد هذا اللي شرى من عند مرت بوانا هو اصلا ولد الحومه، يعني بيناتنا 32 زنقه، هو ولد الحومه وكبر معانا في الحومه وكيعرفنا حق المعرفه. وانا دخل وبدا دخل معاه في هذا المشروع اللي هو في مشروع في تزوير وفاشل. وواحد المعلومه اخرى ان كانت تزوير عليهم لمده 5 سنين المحكمه دارت فيه تقادم. وهذا السيد هذا الله يهديه كنقولوا الله يهديه، الانسان كيشري شي حاجه كيشريها قانونيه. والبيع اللي تباع وتشري وتباعوا في سلا، مشاو لسلا مدينه سلا المقاطعه اللي هي غير قانونيه. وكيما القانون كيقول لك 2011 تقطع قطعات الحكومه البيع والشراء ديال هذا ديال هذا السكن ديال الاحياء الشعبيه ديال حي ابي القرق. هما تبيعوا وتشروا 2018، ومن 2018 حنا ما سيدات ولانا المشكل معاه هو في الافراغات. هذا هو اللي واقع سيدي. غادي نتشردوا كما سيدي غادي نتشردوا وغادي نوليو متشردين وغادي نوليو لقمه سائله في المجرمين. يقطعوا لينا ريوسنا ويقدروا يقطعوا لنا رجلينا ويدينا كما وقع في عده حالات. ندخلوا عليهم ديورهم وقتلوهم وحتى حنا نكونوا ناعسين في الشارع. نتعرضوا للبرد والامراض ونتعرضوا للمتشردين. وكنعيشوا في دولة ديال الحق والقانون في الزناقي ومتشردين. اللهم هذا منكر. عاش الملك. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.